بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. درس جديد النهارده، هنتعلم ازاي نعمل دمج المراسلات او الميلينج. تعالوا بس نحكي السيناريو اللي عندنا. انا عندي دعوه بالشكل ده، الدعوه دي المفروض انا هبعتها لكل الموظفين اللي في الشركه. بيانات الموظفين موجوده فعلا في ملف اكسل بالشكل ده. انا عندي اسم الموظف واسم العيله بتاعته ورقم الوظيفي والبلد اللي هو جاي منها والقسم وبيانات الموظفين. انا عندي حوالي 70 موظف، وده مش عدد كبير، لكن تعالوا نقول ان انا مطلوب مني اعمل لكل موظف من دول دعوة. طبعا انت ممكن تتخيل المثال بشكل تاني، مطلوب منك تعمل لكل طالب في المدرسة شهادة، مطلوب منك تعمل لكل موظف تقرير. ايا كانت الفكرة، انا عندي مجموعة من البيانات اللي موجودة في جدول، مش لازم يكون اكسل. الجدول ده ممكن يكون اكسل، ممكن يكون وورد، ممكن يكون اكسس داتابيز، ممكن حتى تكون الداتابيز اللي موجوده عندك في الشغل ايا كان نوعها. طيب الملف ده اسمه فرز المعلومات، ودي الدعوه اللي انا عايز ابعتها للناس اللي في الملف اللي اسمه فرز المعلومات. علشان اعمل دمج المراسلات انا بمشي اربع خطوات. الخطوه الاولى هي ان انا لازم يكون عندي المستند الاصلي، وعندي الناس اللي هبعت لهم المستند، الريسيبيانت المرسل اليه. انا عندي المستند اللي انا هبعته، يبقى انا الخطوه ان انا هحدد المستلمين. سيلكت ريسيبيانت، لما بدوس عليها عندي ثلاث اختيارات، يا اما نكتب الناس دلوقتي، يا اما هم موجودين في جدول ايا كان نوعه، يا اما موجودين في الاوتلوك. طبعا في الحاله بتاعتنا دي هم موجودين في جدول، الجدول ده نوعه اكسل فايل اسمه فرز المعلومات. ملف الاكسل بتاعي فيه ثلاث اوراق، ورقه واحد واثنين وثلاثه. طبعا انا عارف ان البيانات بتاعتي موجوده في ورقه واحد، فبقول له اوكي. لو انا عايز اتاكد ان ملف الوورد قدر يقرا البيانات بشكل كويس، ممكن اروح لحاجه اسمها edit recipient list علشان اتاكد بس ان فعلا هو قرا الملفات بشكل كويس. ومن هنا ممكن اعمل مجموعه من الاختيارات. يعني مثلا تعالوا نقول ان الموظف اللي اسمه، وطبعا انا اسف على اسماء الملف ده، هو اصلا ملف جاهز فانا استخدمته زي ما هو. تعالوا نقول الموظف اللي اسمه ميلر ده مش هنبعت له دعوه، فممكن انا بس اشيل علامه الصح. او تعالوا نقول ان كل الموظفين اللي في قسم الاطفال مش هبعت لهم دعوه. ممكن نبقى نتكلم عن الموضوع ده بعد كده، لكن الفكره ان انا ممكن من هنا اشوف البيانات، هو ده اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. طيب الخطوه اللي بعد كده ان انا هبتدي اقول للاكسل، ابتدي اقول لملف الوورد هو هيجيب البيانات من الاكسل يحطها فين بالظبط. الخطوه دي اسمها انسيرت ميرج فيلد. لو رجعنا لملف الاكسل بتاعنا من غير ما نرجع له، احنا ممكن من ايديت هنشوف ان الملف كان فيه مجموعه من البيانات فوق، اسم العيله والبلد والاسم الاول ورقم الموظف والقسم. البيانات اللي فوق دي هي بالنسبه للاكسل هي دي اللي خدها الوورد وعملها ميرج فيلد. فعلى سبيل المثال انا قدام السيد محتاج الاسم الاول ومحتاج اسم العيله. طبعا الترتيب ده مش مظبوط، فانا بس من هوم هغير الدايركشن، هخليه رايت تو ليفت علشان يتظبط. قدام القسم هرجع تاني للميلينج، قدام القسم انا عايز الخانه اللي اسمها القسم، قدام البلد انا عايز البلد، قدام الرقم الوظيفي كان الخانه اسمها رقم الموظف. انا كده خلصت الخطوه الثالثه، انا عايز اشوف هل اللي انا عامله ده صح ولا غلط. ده اول موظف، اقدر من هنا اشوف الموظفين. واضح ان في غلطه، في مسافه ناقصه بين الاسم الاول والاسم العيله او الاسم الثاني، فانا بلغي البريفيو، باجي ما بين الاسمين بدوس سبيس او اكتر زي ما انا عايز. طيب تعالوا نحذفهم ونرجعهم تاني. ادي الاسم الاول مسافة، ادي اسم العيلة، اظن كده اتظبط اهو. طيب اقدر دلوقتي اعمل اي تغيير انا عايزه. على سبيل المثال انا عايز البلد مثلا تبقى بلون مختلف، فممكن اغير لون البلد. انا مش بغير لون كلمة البلد، انا بغير لون البلد في كل الملفات. يعني لما رجعنا تاني للميلينج لاحظوا ان البلد ايا كانت البلد فهي مكتوبة بلون مختلف. انا لغاية دلوقتي ما خلصتش، يعني انا دلوقتي لو عملت برنت هيطبع لي بس الموظف اللي انا عارضه. انا عارض الموظف رقم 14، فلو عملت برنت هيطبع بس ورقة واحدة بس فيها الموظف اللي معروض دلوقتي.
كمان تعالوا نعمل حاجه هي مش ده وقتها ومش ده درسها، بس عشان نبقى عارفينها. انا مش عايز الحدود بتاعه الجدول دي تبقى ظاهره، فانا ممكن عادي خالص من ديزاين اقول له انا مش عايز بوردر. معنى انا مش عايز بوردرز هو الجدول ليه حدود لكن هي بس مش هتطلع في الطباعه، فهي بشكل الملف كده. انا عايز الاسماء، خلينا نكبر شويه. انا عايز الاسماء تبقى ناحيه النقاط دي، فانا ممكن بمنتهى البساطه اعمل لها alignment. انا لسه ما خلصتش الدمج المراسلات او الميل ميرج، فاضل اخر خطوه ان انا اعمل فينش. عندي ثلاث احتمالات للفينش. الاحتمال الاولاني ان انا اعمل ملف جديد edit individual document. انا كان عندي في الملف، احنا لو دوسنا هنا هنروح لاخر موظف، اخر موظف رقم 70. معنى كده لو قلت له edit individual انا اقدر اقول له انا عايز مثلا الموظف من رقم 1 لرقم 10 او الموظف ده بس او كلهم. تعالوا نقول له كلهم. عمل لوحده ملف جديد وسماه letters. الملف ده هيكون فيه 70 صفحه لما يخلص، لكل موظف صفحه زي ما انتم شايفين كده. طيب تعال نرجع للملف الاصلي. كان ممكن اعمل فينش بان انا اقول له برنت بحيث ابعت للطبعه، وبنفس الطريقه ممكن اقول له بس انا عايز اطبع الموظف من رقم 1 ل 10. او لو انا الملف بتاعي فيه ايميلات ممكن اقول له ابتدي ابعت ايميلات للناس دي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.